VFX Academy. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تعالى نعمل ريفيو أو مراجعة على اللي احنا عملناه كله عشان نتأكد برضو قبل ما نعمل أبلودينج للتمبلت بتاعنا. وأنا ببص كده بين المحاضرات يعني لقيت إن في علامة كده، دي كانت زايدة فضول كلهم خلاص، فأنا بس شلتهم عشان دي كانت غلط وسيفت. وجيت عملت ايه بقى؟ لقيت ان طريقة الفلدرات يعني فيها يعني ما جاتش معايا كويس، تمام. فرحت عامل ايه، رحت جاي عامل الامجز كده الفايل نيم بقى، شلت الفولدر وحطيت الفايل نيم وحطيت الامجز، بعدين اللي جواها البانر، يعني كل حاجه جوه الامجز حطيتها وحطيت الامتداد بتاعها، ونفس الحكايه بس بالفايل نيم طبعا مش بالفولدر. يعني هنا كان الاول فولدر انا حطيته الفايل نيم، بعدين سي اس اس سلاش ستايل دوت سي اس اس، بعدين اندكس دوت اتش تي ام ال، وبعدين اي اي 6 دوت سي اس اس. ده اللي انا عملته بين المحاضرات لاني لاحظتها. ايه كمان؟ نبص بص برضه على الاندكس. انا خليت دي خليت دي سي اس اس بدل اندرسكور سي اس اس، وبناء عليه هغير اللينك ده كده. اوكي، وهنعمل هنرفق دول كاستم، دول اللي انا حاططهم كده عشان نعرف نكاستم جوه السي اس اس دي من جمله. لكن انا نسيت احط اللينك بتاعها برضو كانها سي اس اس عاديه خالص. ونقول له خد لي دي، طبعا هو حط لي الباث من على الجهاز بتاعي، انا مش عايزه من على الجهاز بتاعي، انا عايزه كده على طول اهو. انا نسيت ريل بيساوي ستايل شيت كده. وفي طريقة كمان، اروح جاي من اعمل ريفرش كده، اروح جاي من العلامة الصغيرة دي التاش اوكي. بص هنا هتنزل لي فين، اهي نزلت لي بس طبعا بالباس برضو. انا مش عايز الباث ده كله، انا عايزه من الفولدر على طول بالطريقه دي، ونفس الطريقه اللي هي فوق كده، ونفس الطريقه بالظبط على الاي اي 6. يبقى احنا كده عندنا الكون بتاع الهيد مقفول. كل كوس كده، يعني كل كوس من دول لازم يكون ليه قفله اوكي في الاخر كده بالشكل ده. لو انت لاحظت كل ده لازم يكون ليه قفله. تمام تمام تمام. نشوف بقى المديول، هنا في قفله هنا نسيتها كده، ما قفلتش الكود كده. لو انا رفعت هديني صفحه بيضه. الكومبوننت تمام، تعال نجرب كده ونعمل ابلود.
هاخد دول واعملهم مضغوطين بامتداد زيب، واجي على الويب سايت بتاعي، اجي اقول له تثبيت عشان ارفع بقى، تم التثبيت بنجاح التمبلت فروم كذا 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 اللي احنا كتبناه. طيب تمام، لو رحنا على التمبلت اداره القوالب وجينا رحنا هنا، هتبص تلاقي بقى الثامنال والبيانات اللي احنا دخلناها باينه اهي، مستر وليد. لو جيت على تعديل HTML و CSS هتبص تلاقي CSS 2 دايناميك ليهم مع جملة، وده الامتداد بتاع ال CSS اوكي على السيرفر نفسه. يعني سيبك من هوم ADV 2012 بابليك مش عارف ايه، لا من اول هنا ده بيبقى الباس المظبوط لملفات ال CSS. خلينا بقى نشوف كده إدارة القوالب، ونخلينا ده الديفولت وريفرش. هنا دي ظاهرة صفحة بيضة زي ما انت شايف اوكي. طب خلينا نشوف ايه المشكلة فين. المشكلة اللي مفيش اي سي اس اس موجود، مفيش صور، مفيش اي حاجة. تعالى نظهر السي اس اس ونشوف مشكلته ايه من على السيرفر على طول. يبقى التعديل هنا من تعديل سي اس اس، تعديل نشاور على ستايل، نشوف الملف ال HTML صفحة اللينكات مظبوطة فيها ولا لا. طيب انا هجرب حاجة كده، انا هجرب احط الباث بالكامل، الباث بالكامل او طريقة تانية. يعني انا هعمل كده بس نقطتين واروح جاي اعمل كده ونشوف هتقرأ ولا لا. ساعات بتعمل المشكلة دي، نقطتين وبعدين شرطة كده ما قريتش. نشوف الطريقة التانية، احنا هنقول له خد بالك ان ده اسم، ده الاسم احنا دخلناه قبل كده، ده اسم الفولدر اللي مرمي فيه، اللي مرمي فيه مين؟ ال CSS اوكي. يبقى هناخد دي كده ونقول له طبعا الامتداد ده، يعني شوف انا دلوقتي هعمل ايه، هعمل كده. لو جيت خدت الباس ده، خلينا ناخد الباس ده، انا هوريك طلع ازاي ال CSS من هنا او اي حاجة من على ال URL template اوكي. طيب وتروح جاي هنا مثلا ادي التمبلت ده، تمام، وبعدين سي اس اس. يبقى انت كده جوه ملفات سي اس اس. خلينا بقى نشوف، ناخد دي كده على بعضها نعمل بيست، نعمل بيست تنفيذ اوكي. ظهر الويب سايت بالشكل ده. يبقى هي الطريقه، يعني بص انت معاك 3 طرق، يا اما الطريقه الاولانيه خالص ما جاتش يبقى تعمل نقطتين وبعدين سلاش ما جاتش يبقى تحط اليو ار ال بقى، امرك لله يعني زي ما السيرفر يقول لك. وبالطريقه دي بتبدا تشتغل على الويب سايت. انا ملاحظ ان الويب سايت هنا الكومبوننت فاضي، زي ما انت شايف بدأ يظهر السي اس اس معايا، بس الكومبوننت فاضي، كان فيه شوية مقالات مش ظاهرة. هنشوف دلوقتي ايه هو العيب اللي في التصميم بتاعنا. لو انا جيت على اي تصميم من دول رحت جاي مثلا قايله الافتراضي بتاعك، ده في مقالات اهي وفي صور وبتاع والحاجات دي،
نغير، نغير مثلا التمبلت ده، طيب عايزين نعرف بقى المقالات دي مش ظاهرة ليه. طبعا المقالات دي في الكومبوننت، يبقى في الكومبوننت حاجة عايز تتظبط، أو في حاجة متعلقة بالجزء اللي في النص ده.